وبالشفاء. عسلامة صباح خير. فقرتنا كيف العادة صحة وبالشفاء. ربت البيوت تعلمت وهي ديجا متعلمة كيفاش تعد الأفطار، وخاصة أن تلبي شهوات الأفراد العائلة من رب العائلة للأبناء. لكن اليوم في نصيحتنا مش نشوفوا أنه أعداد المائدة يزم يخضع لبعض النصائح، وخاصة هي تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد العائلة. كي نقولوا احتياجات أساسية يعني الحريرات اللي هي متقسمة ثلاثة حاجات: السكريات والنشويات، الدهنيات والبروتينات. لكن كيف كيف ما ننساوش الاحتياجات الضرورية للأملاح المعدنية. باش نعطيو على ذاك كيفاش الوجبة يعني وجبة الإفطار يزم تلبي الاحتياجات، انه الصوديوم اللي هو الأملاح لكن لا إفراط، اللي هي مقدار الاحتياجات ما يفوتش جرام، موجود في كل ماء الحليب مشتقاته والخضروات. البوتاسيوم الحبوب والبقول الجافة والخضروات، كيف كيف الكالسيوم الحبوب والحليب ومشتقاته. نسبة الفوسفور اللي هي مهمة في الخضروات وخاصة الخضروات الخضراء، ومهمة برشا وهي نسبة الحديد، الحديد اللي هي في البروتينات وخاصة من أصل حيواني. الجسم يحتاج لكميات، لكن باش تكون العمليات الفيزيولوجية والحيوية متوازنة يلزم فما تنسيق، تنسيق في الكم وفي الكيف. وهذاك علاش وجبة الإفطار يزم تكون تلبي الاحتياجات، ماهيش باش نصنفوا يعني أطباق، لكن يزم نعرفوا الأطباق شنية الاحتياجات الضرورية. كيف كيف نعرفوا السوائل وأهمية الماء. احنا رمضان جينا في فصل العطش، يعني في فصل فيه نوع الماء لما حال رمضان السنة معتدل، لكن يزم نعرفوا انه احتياجاتنا اليومية هي 3.5 ترتين ونص لقاء توازن بين ما يفرزه الجسم يعني من إفرازات. وهذاك علاش يزم فما التوازن. التوازن هذا هو شرب الماء الصافي يزم يكون إترا و400، لكن بقية الإترا و100 تكون عن طريق الخضروات وكل ماء وغلال وعصائر الغلال. حاجة أخرى يزم نعرفه أنه الأطعمة تلبين الاحتياجات بتاع الطاقة لتفادي الخمول وخاصة الإرهاق، كيف كيف بروتينات، والأهم من البروتينات هي الخضروات الخضراء. هيك كانت نصيحتنا اليوم في صحة وبشفاء، وشاهي طيب. صحة وبشفاء.